تلقوا مباشرة مع أمينيك سوما في إيكوريكاب. إيكوريكاب في إيكوريكاب أنيس. اليوم الموضوع الأول نحكيه على مجلس الوزراء. فرح لي بالضيف سامتاك. شنو إيكوريكاب؟ نعم نرحبوا بسي الحبيب زيتونة بس الحبيب بكله تقول لي شي أثلنا إيكوريكاب. تحية لسي حبيب زيتونة أستاذ التعليم العالي في الجامعة التونسية المختص في الاقتصاد والخبير الدولي زادة في الاقتصاد. مرحبا سي الحبيب. مرحبا بك. شكرا على قبولك الدعوة. صباح الخير. مرحبا بالناس الكل وشكرا على الدعوة. إيكوريكاب قلنا نحكي على مجلس الوزراء اللي انعقد الجمعة هذه تحديدا نهار الأربعاء، وين تمت المصادقة على مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بالشيكات دون رصيد. دونك مشروع القانون هذا تضمن نزغرتوا معناها خاطر هم يستناو فيه من جوان اي براتيكمون عام استناو فيه البرلمان يستنى فيه. اعطيني تزغريتا ميساج خاطر بعد قدام مجلس ال ال اي باي اكزامبل. اي الحمد لله هاي انت تم المصادقة. لا هو حاجه باهيه تو اذا لو كانت عدى قدام المجلس الوزاري وصادق عليه المجلس الوزاري دونك اوتوماتيكمون مش يمشي للبرلمان. لا صعيب مازال ما تعداش اما يمشي للبرلمان. اما كمام عندنا حاجه تحت يدينا معناها باش نحاولوا ربما اي اش حكاو فيها النقاط جات ابرزها هي مراجعه العقوبه السجنيه والماليه في اتجاه التخفيف. التنصيص على امكانيه استبدال العقوبه السجنيه بعقوبه بديله. تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان. اقرار وجوبيه ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسه. مراجعه العقوبات السجنيه المحكوم بها من محاكم مختلفة. وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة مرحلة التنفيذ العقاب. لكن حسب اللي شفناه الأصداء سي عبد الرزاق حواس اللي هو نطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للشركات الصغرى والمتوسطة قال إنه التنقيح هذايا دون المأمول. دونك هذاك علاش معنا سي عبد الرزاق. صباح النور. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. تحيه ليك سي انيس وتحيه لكل ضيوفك الكرام في الاستوديو. مرحبا بك سي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق كنا نحكيو على مشروع قانون التنقيح الفصل 411 الشهير، لكن حسب ما قلت لي انت انه ما كانش كما تنتظروا. كان تعطينا التفاصيل شنو هي الحاجات اللي ما كانت ما نالتش اعجابكم يعني. اولا وقت اللي تقرا النص نتاع البيان اول نقطه تعرضك هي مراجعه العقوبه السجنيه والماليه في اتجاه التخفيف. معناتها مازلنا في عقوبه سجنيه. راهو مادام نحكيو على عقوبه سجنيه معناتها ما فماش عدم التجريم. ونحب نذكر انه العديد من الدول وخاصه الدول الاوروبيه والدول العربيه اللي مشات في عدم التجريم كلها كانت تجارب ناجحه. والدليل نتحدى اي انسان يعطيني دولة رفعت التجريم وبعد قالت لي راني غلط لازمني نرجع للتجريم. فماشي دولة عملت تقرير قالت التجريم كان حاجة باهية. كل الدول تتفق على نفس معناتها النتيجة أنه رفع التجريم أعاد الشيك إلى وظيفته وهو وظيفة حينية، وأن كل المعاملات اللي كانت تجارية وكانت معاملات إلكترونية وسائل الدفع الإلكترونية والتعويض بوسائل الدفع الإلكترونية رجعت الشيك إلى الوظيفة الأصلية. هذا الكل لخصوه شو نقوله؟ نقوله أنه التجارب المقارنة مع الدول الأخرى أعطت نتيجة أنه عدم تجريم السكوك هو اللي هز الدول هذية خرجت من المشكلة نتاع السكوك مؤشر الدفع والسكوك ضمان. أنا نمشي للنقطة الثالثة تجريم الشيك على وجه الضمان. تجريم الشيك على وجه الضمان راه ما فماش كان الشيك في وجه الضمان راه لازم يتجرم. راه هو الضمان ومؤشر الدفع عندي زوز انواع نتاع شيكات. عندي زوز انواع توجدت اللي هو خلقها المجتمع والمشرع لازم يتاقلم مع تصرف المجتمع. المجتمع اخرج الشيك من وظيفته هزه الى وظيفه الكمبياله. علاش؟ على خاطر عنده الصبغه الجزائيه ولا يقبل اي شيك. يقبل شيك عمته خالته جاب له صاحبه شيك يقبلوا. علاش يقبلوا؟ يقبلوا خاطر عنده الثقه في العقوبه السالبه للحريه. ولا يمكن لاقتصاد
الاقتصاد ان يستمد ثقته من عقوبه سلب الحريه. معناها سي عبد الرزاق جوست 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 سامحني قص على كلامك بالعسل باش نتفاعل معك. معناها اليوم العركه الكبيره في نالما في 411 هو اسكو نحيو العقوبه السجنيه ولا نخليو العقوبه السجنيه. معناها انت كلامك على حسب ما فهمت من كلامك سي عبد الرزاق انه سنه با سونس وقت اللي هو 5 سنين حبس باش طيحوا له انت مثلا جودي نابورت كو. الحقيقه مازلت ما طلعتش على مازال ما خرجش هو المشروع القانون معناها باش نشوفوه. اي معاك معناها سنه با سونس فينالمون شد 5 سنين حبس على شيك ولا شد عامين على شيك فينالمون هي مصالح وقفت ومصالح عائلته وقفت والسيد الاخر مش باش يخلص في فلوسه. اي فينالمون اي معناها انت لهنا باش تخفف فيها شنو هي المعنى معناها شنو باش تعطيه 5 سنين. احنا الفكره او ماهيه ربما الموضوع نتاع الشيك يتنحي يتخلي العقوبة السجنية سنة با سونس انه انت طايح منها من 5 سنين طايح منها 3 سنين. هذا هو حسب ما فهمت كلامك. سنة 75 المشرع الفرنسي اتجه الى التخفيف. سنة 75 اتجه الى التخفيف وخرج بنتيجة انه التخفيف خلى الشيك يستعملوا فيه في غير وظيفته الحيني. انا اليوم سنة 2024 راني اليوم عندي المنصات الإلكترونية يا أخي البيمون موبيل شبيه واقف. أنا ما فهمتش شنو البلوكاج في تونس في البيمون موبيل يا أخي علاش ما نجموش خلصوا تليفوناتنا وإلا لازمنا نبديو اقتصاد مبني على الكريديات والاقتصاد الوهمي والدورة الوهمية الواش باش تقعد مجموعة معينة تسيطر على اقتصاد. وهذا كان مساج واضح. شكون المجموعة المهيمنة؟ المجموعة المهيمنة هي مجموعة بنكية ومجموعة مؤسسات اللي هي مسيطرة على قطاعات معينة تتحكم في الاقتصاد التونسي. أنا اليوم فلاح أو شاعتيك أنا حاجة بسيطة. أنا اليوم فلاح. اليوم أنا مشيت شريت علفة. مشيت شريت علفة وعطيت شيكات يا سيدي رامي وعطيت شيكات مؤجلة الدفع. اي والامور ما مشيتش ولا 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 الدوله هبطت سلعه من برا ارخص وانا ما نجمتش نخلص. اي باهي هاني وحلت انا تو. شنو هو معناتها المكافاه نتاعي سجن؟ اي سورتو اللي انت معناتها تو ني با لابري دان شونجمون كليماتيك. معناتها تنجم غدوه ربما تجي جفاف ولا تنجم يجي لطف حجر ولا اللي هو معناتها الصبا نتاعك الكل وانت ديجا عاطي شكات. هو جوستومون تو فما موضوع انت اثرته سي عبد الرزاق وانا ماذا بيا ربما نتفاعل معك فيه. أماني قبيلة في مشروع القانون على المجلس اللي يتعدى على المجلس الوزاري يقول لك تجريم الشيك على وجه الضمان. لكن نحن اليوم في وضعية اقتصادية العباد تخلص بالطريقة هذية. اليوم إذا لو كان ما يعملش بالطريقة هذية وهو احنا حدنا ربما كما قلت انت سي عبد الرزاق معناها على الماهية الأساسية متاع الشيك اللي هو ستان outil de paiement à vue معناها فهمني خلاص على دم ولا خدو بعبارتنا نحن معناها يلزم ديريكتومون تخلص فهمني. اذا لو كان عطيت شيك معناها سولا سوبوز لا فما قرينه انك انت عندك فلوس في الكونت نتاعك دونك اوتوماتيكمون ما عندكش كاش تحتك وما عندكش وسائل نتاع موبيل باش تعطي موبايل بايمنت هذاك عطيت ان شيك على اساس في النهار هذاك في الدقيقة هذيك السيد باش يمشي البنكة يجبد فلوس يمشي على روحه. دونك هذا هو الشيك علاش تعمل به. لكن أنا اليوم زاد جو مي بوز اون كيستيون معناها وأنا متابع للشان العام والشان الاقتصادي العمليات الكل اليوم كو سوسوا شركات ولا دي فورنيسور ولا دي كليون ولا اللي تحب عليه أنت الناس الكل تخدم بالشيك بالضمان. وقت اللي تجي أنت باش تجرمه اليوم شنو التبعات نتاعو على الدوره الاقتصاديه؟ هذا زاد يلزمنا نحكيو فيه شويه. بالنسبه للشيك انه فما برشا عباد تتكلم يقول لك راهو البنوك ما عادش باش تعطي شيك وراهو عباد تخدم بالشيك ضمان ومؤجل الدفع خاطر ما عندوش فلوس. صحيح. هي هذه الطريقه اللي هما يخدموا بها يقول لك انا ما عنديش فلوس، انت علاش ما عندكش فلوس؟ على خاطر باب التمويل مغلق. علاش باب التمويل مغلق؟ لان لا لا با فورسيمون با فورسيمون لا لا با فورسيمون انا اليوم مثلا نجم نعطيك برشا حاجات ما عندها حتى علاقه بالتمويل. انا العجله الاقتصاديه ماهيش ماشيه بلاد راقده. انا نعمل في 0% براتيكمون 0.4% دو كروسونس مانيش قاعد نخلق في الثروه. اي دونك انا يلزمني نستنى على الفورنيسور اللي هو يستنى على الفورنيسور اللي هو يستنى على الفورنيسور اللي الرابع يستنى على الفورنيسور. هذه هي الشين دو فالور اللي بالعه كومبليتمون. سامحوني في الكلمه. تعرف علاش بالعه على خاطر المحرك الاقتصادي ماهوش قاعد يتحرك. هذا هو اولا
ما فماش ثقة بين المتعاملين الاقتصاديين. إيه معاك معاك، ماناش في التشخيص يا سي عبد الرزاق، أنا نحكي لك في الكونسيكونس. اليوم نحكي لك في النتيجة. أخطأنا من التشخيص، التشخيص متفاهمين فيه. نسمع فيك. نمشيو للنتيجة. النتيجة هو أنه فما قرارات اخذت قبل اللي ضربت الاقتصاد في مفاصل معينة نتاعو. أنا باش ناخذ لك مثلا قرار نتاع تكستيل برك. أنت وقت اللي تدخل لي سلعة أرخص من اللي أنا ننتجها نتاع سراول الجين، انت راك تضرني في السوق. معناتها انت كي تجيب الجيات بالكيلو وانا نصنع في الجين يتكلف عليا 28 دينار، وانت تجيبه بالكيلو يتكلف عليك 15 دينار، انا ما عادش النجم اني نعمل الكونكورنس ونتضر. معناتها انت هوني عندك قطاعات، قطاعات اللي هي قطاعات معطلة وفيها مشاكل وحيوية زادية حيوية. إذا نمشيو للستاتيستيك نتاع الياناس، لاحظتوا شي حاجة في الميزان التجاري وقت اللي هبط البيانات؟ لاحظوا المواد الأولية ومعدات صناعية إلا 5.16 تراجع. صحيح صحيح، حكينا لي تراجع، حكينا لي. معناتها أنت المواد الأولية نقصت اللي أنت تصنع بها. يعني أنت ماكش قاعد تصنع. صحيح. في نفس الوقت عندك المعدات الصناعية، معناتها لا عندك اكستنسيون تاع معامل، لا عندك معامل اشتغل. هذا 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 سي عبد الرزاق قاعد تشخص انت في الوضعية، هذا متفاهمين فيه. احنا اليوم في دولة ماهيش قاعدة تصنع، ماهيش قاعدة تنتج، ماهيش قاعدة تخلق في الثروة، وهذا اللي باش يخلي عندي هاك جيت للسؤال نتاعي، هذا اللي باش يخلي انه الوضعية الاقتصادية تعبة برشا، تخلي انه نشري على مدة، نشري على بعيد باش نجم نخلص لي فورنيسور نتاعي. لو تسمح سي عبد الرزاق نحب نخلي سي الحبيب زيتونة استاذ الاقتصاد يزيد ربما يعطينا رايه في الموضوع هذا. يا سي الحبيب، انا النقطة الاولى دابور انتم تحكيوا على القانون اللي مريناهوش، مريناهوش هو تعدى على مجلس على المجلس الوزاري، فما قوانين اخرين لو تعدوا على المجلس الوزاري، وبعديك مازالوا ما مثلا قانون الصرف، مثلا قانون الصرف شهرين ولا ثلاثه مازال، دونك ممكن نحكيوا على حاجات اللي قاعدين نسبقوا. انا ماذا بنسال سي عبد الرزاق، معناتها هو تو قاعدين الشيك، معناتها العقوبه السجنيه للشيك بدون رصيد هي سي لو سي لا كونسيكونس مثلا، هو التقييم نتاعو. اسكو كان اون تريت لا كونسيكونس دي بروبليم، اسكو باش نحلوا المشاكل ولا لا؟ اسكو كيفاش باش نجموا نحلوا المشاكل؟ باش نجبروا البنوك مثلا يعطيوا شيكات للعباد؟ معناتها لو ريسك هو حكى على اوروبا، في اوروبا وقت اللي اغلبيه الشيكات ما ياخذوا عليك التاجر كان وقت اللي يثبت وقتها اللي عندك فلوس ويتنحالك بالوقت. معناتها اسكو مش باش نخنقوا الاقتصاد، الاقتصاد بالمعنى الجماعي، معناتها المستهلك، معناتها اي تجار الكل، معناتها باش يعملوا معناتها غدوه؟ اسكو غدوه البنوك باش تتبدل؟ وكان البنوك كلها باش تتبدل باش تاخذ الريسك، اسكو البنوك باش تلقى معناتها باش تمشي في هذايا باش تاخذ الريسك هذايا، علما اللي هما بيدهم عندهم لي ريسك بريدونسيال نتاعهم لي زومبران نون بيرفورمون، وعلما زاده لو كان هي منظومه، لو كان معناتها سوز انتوندو هو فما بعض الكارتيلات من القطاع معناتها الخاص، فما بنوك عموميه اللي هي في نفس الوضعيه كان مش كيف كيف. والنقطه الثانيه، انت قبيله قلت التاجر اللي باش يكلم الفورنيسور نتاعو باش يكلم الفورنيسور نتاعو، اللي زاد ساعات يكلم الدوله. الدوله زاد كي هي تخلص بال معناتها افيك انا باش نحكيو عليه، انا باش نحكيو عليه الموضوع هذا، باش نحكيو عليه. معناتها لو كان اسكو في الاخر معناتها لو كان واحد عنده دي شيك سون بروفيزيون، اما هو عنده دي كريونس فيزافي دو مؤسسات عموميه، اسكو باش معناتها علاش ما نمشيوش اكثر في حاجات كيما هكا؟ معناتها نقولوا العبد نجموا نشوفوا البالانس جلوبال، لو كان عنده هو ايسان عباد وعباد اخرين ايسانهم ينجم يعمل معناتها ان اكيليبر. ولا سي عبد الرزاق ربما باش نعطيك 30 سيكوندا ربما باش تحاول تخدم المداخله نتاعك، لانه يلزمني نتعدى الموضوع اخر باش نرجعوا له هذايا وقت اللي نشوفوا الفحوه نتاعو بالكدا بالكدا. اي بالضبط، باش نحاول انا نلخص في تعفيسه، هو انه مادام نحن متعاملين اقتصاديين قاعدين نتعاملوا مع بعضنا بشكل مؤجله الدفع والضمان، وما فماش اكل وجود نتاع البنك كشريك، هوني ديما فما خلل. كيفاش هذايا سي عبد الرزاق باش نخليها ربما المرة أخرى للمتابعة، لأنه الوقت يداهم فيا وماذا بيا. هي أنه وقت
اللي تخرجها من معناتها من الزون دو كونفور نتاعها هو انه يولي شريك معاك. علاش يولي شريك؟ على خاطر هو مربوط بمؤسسات اخرين اللي انا نقضي من عندهم. دونك كلنا مربوطين ببعضنا. اذا كان الشركه الكبيره ما تبيعش سلعتها باش تبيع بالكونتون قداش 20% 30% دراماكس ما هيش باش تنجم تغطي المليارات اللي هي ماخذتها. شو يولي؟ يولي شريك يقول لك اعطيني كليوناتك انا نمولهم وتدخل لاسيرونس وتدخل الشين دو فالور وتولي وقتها كلها مربوطه ببعضها. شكرا. وتولي وقتها هي تناولك. علاش؟ على خاطر انت معناتها فعل اقتصادي منظم وقاعد تخدم وعندك شريك. شكرا لك. شكرا لك يا عبد الرزاق. شكرا لك. يعطيك الصحة. هو اللي يقولوا راهو صحيح. علاش؟ على خاطر زاد فما حاجة مهمة برشا. راك باش تخدم على تنقيح جذري للشيك بدون رصيد، راك يلزمك تاخذ مقاربة شاملة. اللي يحكي فيه هو كلامه صحيح. مقاربة شاملة، مقاربة تهم القطاعات البنكية وتهم الأسيرونس وتهم الميكروفينانس وتهم الموضوع نتاع التمويل الكل الاقتصادي، لأن وتهم الدولة زادة والالتزامات نتاعها، الالتزامات نتاعها اللي مش تحكي عليها توا زادة أماني في بالي فيما يتعلق بالجباية. أيوة، فما الإجراءات زادة، الإجراءات الجزائية. فما برشا عباد يلقاو روحهم في الدوامه نتاع دي شيك سون بروفيزيون، يبداو ما في بالهمش بكل. ما تجيهمش لي كونفوكاسيون، ما يعلموهمش في الوقت. بعديك يلقاو اللي فما اجراءات ماشيه ومحاكم وعقوبات وتتراكم. عندها حتى حتى السيستيم جوديسيير بيدو اللي ليه به هو معناتها في الفونكسيونمون نتاعو من الاول للاخر. واضح اماني فيما يتعلق